فعلا أنا بثق إنه لما المؤمنين في الكنائس بتتواضع بانسحاب وبانكسار وإنه بتطلب وجه الرب، الله رح يجيب الإبراء لبلادنا. وأنا أؤمن بقوة الصلاة أبونا إنه الله بغير ممالك قد صارت ممالك العالم للرب ومسيحي سيأتي ليملك على الأحياء والأموات أيضا مثل ما بقول الكتاب. وإحنا عينينا على رب المجد، على ملك الملوك ورب الأرباب. يعني إحنا خلصنا أو إن إحنا يعني هننقذ من هذا الفخ مش هيجي من خلال أي إنسان أو بشر مهما كان هذا الإنسان. عينينا ليك يا رب، أنت هو الملك، أنت اللي جيت أتيت كده هو وأخذت جسد تواضعنا حتى ترفعنا إلى 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 مجدك. وملكوت الله ده هو في داخلنا، فيجب ان احنا نعيش الملكوت من فتره وجودنا على الارض في حياتنا. يعني اول احنا مش منتظرين يعني ملك الله او ملكوته دوت، احنا بنقول ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك لنا دلوقتي واحنا عايشين. يكون في قلوبنا ونخليك انت ملك على قلوبنا وعلى حياتنا. هنا بتتغير العالم، بتتغير الناس اللي حوالينا. يعني في ايات كتيره يعني ذكرت من القران الى اخره. طب الناس عارفين كل الحاجات دي هيت، لكن احنا عايزين نعرف ايه اللي هيجيب فاعليه، ايه اللي هيغير القلوب. هي المحبه الحقيقيه للمسيح، للمسيحيين بعضهم لبعض، بعضنا لبعض، وايضا للاخرين لاحبائنا. لكن واحد يخش يفرقع نفسه، ده اقصى ما فيها عمل ايه. لكن يعني لكن الرساله في العالم كله دلوقتي قد ايه المسيحيه. لما يعني السيد الرئيس كده قال ده فرقعوا لكم كنايس وعملوا، عملتوا يصلينا رفعنا ايدينا لربنا. دي اللي غيرت مصر، دي اللي غيرت القلوب، دي اللي خلت الكل متعاطفين وحاسين فعلا لا ده في حاجه مختلفه في المسيحيين وفي المسيحيه. هنا يبقى في فاعليه فعلا لتعليم الكتاب المقدس.